هلو هلو حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير. فيديو اليوم هو فيديو first impression على لوريال انفاليبل 24 hours. وعود هذا الفونديشن انه كيعطي كافرج كبيرة، تغطية كبيرة، كيعطي فينيش مات، وانه يدوم لمدة اطول. فنشوفوا هل يفي بوعوده. اللون اللي اخذت انا هو باللون جولدن باج بالرقم 24. بعد ما طبقته على وجهي كامل، ملاحظة أنا بشرتي، نوع بشرتي هي بشرة جافة. طبيعي أن الفونديشن المات يليق أكثر للبشرة الدهنية، صراحة حس أنه يليق حتى للبشرة الجافة، جافة إلى عادية، مش لازم تكون جافة جدا. إذا جافة جدا فمن الأفضل ما تستعملوش. نقطة أخرى، الكافرج تاعو ماشي كافرج كاملة، هي كافرج متوسطة، كيعطي فينش مات وفينش طبيعي صراحة ومريح على البشرة. أنا الآن غنكمل الميك اب تاعي، نصور لكم ميك اب بهذا الفونديشن ونرجع لكم من بعد نعطيكم آرائي خطوة بخطوة. تلاقاو حبوباتي. رجعت لكم من بعد 4 ساعات من تطبيق الفونديشن، استغليت الوقت، عملت عدة أشياء من بينها أنني صورت لكم هذا الميك اب. الفونديشن للآن لا يزال ثابت، ملمسه طبيعي صراحة. غنترك لكم الرأي تاعي هنايا من بعد ما تركت الفونديشن على الوجه تاعي طيلة النهار، هل يفي بوعودي انه يدوم لمدة اطول او لا. اذا كانت هذه اول مرة تشوف القناة تاعي، ما تردوش تضغطوا على زر الاشتراك، سابوني سبسكرايب. اذا كتحبوا مثل هذه الفيديوهات first impression، خلونا نوصلوا لهذا الفيديو لاكبر عدد اللايكات، وحنا ان شاء الله نتلاقاو في الفيديوهات الجاية. سلام عليكم.